إذا الحصة ديال اليوم عندنا الدرس ديال التغذية، وهو الدرس السابع من دروس النشاط العلمي للسنة الخامسة ابتدائي. غادي نملأ الفراغات في التعلمات الأساس كما العادة، وغادي نجاوبو على واحد المجموعة ديال الأسئلة المتنوعة. إذا عندنا التعلمات الأساس، مختصر دونك هو ملخص ديال الدرس للحصول على تسلك الحيوانات مراحل مختلفة. للحصول على التغذية. تماما، دونك للحصول على التغذية، باش تحصل على التغذية الحيوانات تسلك الحيوانات مراحل مختلفة. مختلفة. إذا الحيوان كذا العاشب. يتنقل للبحث عن العشب أو الثمار، ينتقي ما يناسبه ثم إذن يتناوله هو الحيوان من العاشب. العاشب. صحيح. الحيوان كذا المفترس إذن هو اللحم. اللاحم، يترقب ماذا؟ الفريسة. يترقب الفريسة، يحدد موقعها. موقعها. موقعها يتربص بها ويقترب منها. ويقترب منها. منها. وعندما يقترب منها ينقض عليها ينقض عليها، ثم يقتلها ويأكلها. يقتلها ويتناولها. يأكلها ويتناولها. هذا الحيوان اللحم. يتوفر كل حيوان على ملائمة تساعده في الحصول على طعامه. كل حيوان عنده أعضاء ملائمة، أنا أعضاء ملائمة ملائمة. تساعده على الحصول. كل واحد والأعضاء ديالو. الحيوان اللحم عنده أعضاء خاصة به، الحيوان العاشب وجميع الحيوانات. إذا تتقاسم الخاصيات الآتية، دونك هنا غنهضرو إما على اللواحم ولا العواشب باش نعرفو نجي نقراو هنايا. دونك التوفر على قوية وحادة، إذا قوية حتى إذا الأمر كيتعلق باللواحم. باللواحم لواحم تتقاسم اللواحم الخاصية الآتية توفر على على أنياب قوية وحادة تماما، على أنياب وقواطع قواطع لا لا أدراس أضراس. أدراس من شارية أضراس من شارية وأنبوب هضمي قصير. قصير. هنا تكلمنا على لواحم اللواحين، دونك هنا غادي نتكلموا على على العواشب. العواشب. إذا تشتركوا العواشب، العواشب تشترك العواشب في الصفات الآتية: توفر على قواطع توفر على قواطع قواطع لقطع العشب لقدم لقدم أو لقطع. صحيح. ولطحنه وأدراس وأضراس وأدراس لطحنه وأضراس لطحنه وقضيب وقضيب طويل. لا، هذاك الأنبوب الهضمي اللي طويل. قضيب البلاصة الأنياب شنو عندها؟ قضيب قضيب عظمي. عظمي عظمي على مستوى الفكين، دونك الفك العلوي والسفلي، وأنبوب هضمي طويل طويل ومركب. إذا يمكن تمثيل العلاقات الغذائية التي تربط الكائنات الحية على شكل العلاقات اللي كتربط الكائنات. هذا يأكل هذا وهذا يأكل هذا. هذه العلاقات الغذائية شنو على شكل على شكل سلاسل غذائي. غذائية. صحيح. سلاسل غذائية. غذائي. إذا على الشكل التالي، المنتجون شنو هما المنتجون من الكائنات الحية؟ هما النباتات. النباتات. المستهلكون من الدرجة الأولى هما الحيوانات العاشبة، العاشبة. هما اللي كياكلوا النباتات. والمستهلكون من الدرجة الثانية هما الحيوانات الحيوانات اللاحمة. اللحمة.
يتم الربط بين السلاسل الغذائية. قبيلة ربطنا بين ايش؟ بين الكائنات الحية، وكونا ايش؟ علاقة غذائية وسميناها سلاسل غذائية. دابا فاش كنربطو بين السلاسل الغذائية في واحد الوسط معين كنحصلو على ما يسمى ب شبكة غذائية. الشبكات الغذائية، الشبكات الغذائية. إذن في النهاية الشبكات الغذائية هي مجموعة من السلاسل الغذائية، والسلسلة الغذائية هي مجموعة من العلاقات الغذائية اللي كتربط الكائنات الحية. إذا غادي نمشيو للأسئلة، ننتقلوا للأسئلة الموالية. إذن عندنا، ما هي المراحل التي يقطعها الحيوان العاشب للحصول على غذائه؟ إذن أول مرحلة، أول حاجة كيديرها الحيوان العاشب، يتقرب الفريسة. ماشي اللحم، العاشب. العاشب نتكلموا على الحيوان العاشب. إذن يتنقل للبحث عن العشب. يتنقل للبحث عن العشب. للبحث عن العشب. إذن من بعد منه ينتقي. ينتقي. ينتقي ما يناسبه. كيختار داك الشيء اللي عاجبه. ينتقي ما يناسبه. ثم يتناول طعامه. كاينه واحد المرحله كيختار واحد المكان امن، لان هو عرضه كياكلوا الحيوان وفريسه الحيوان اللحم. صحيح. اذا نرتب المراحل التي يسلكها الحيوان اللحم المفترس للحصول على غذائه. اذا شنو هي هنا؟ هذه هذا الشيء مرتب، خصنا نرتبوه باش نحددوا المراحل اللي كيسلكها الحيوان اللحم. الاولى يتقرب الفريسه. لا، يترقب. ماشي كيقرب، يترقب، كيبدا يراقب. يتقرب الفريسه. يترقب، يترقب الفريسه. من بعد منها يتربص الفريسه بالفريسه ويقترب منها. يتربص، لا، يحدد موقع الفريسة. يحدد موقع الفريسة. الفريسة يتربص بالفريسة ويقترب منها. وراها ينقض عليها يقتلها يتناولها. صحيح. إذن هذه الصفحة الأولى. ننتقلوا للصفحة الثانية. في نفس الإطار وفي نفسه. إذن اربطوا بخط بين الحيوان والاسنان المناسبة. الحيوان العاشب واش عنده انياب؟ لا. اضراس. صحيح، عنده اضراس ولكن ماشي منشاري. اذا عنده اضراس فقط. عنده اضراس منشارية؟ لا، هذه ديال الحيوان اللحم. قواطع. صحيح. نعم. الحيوان اللحم عنده انياب. عنده انياب واضراس منشارية. اضراس منشارية. صافي. قواطع. قواطع. القواطع. القواطع كاينه عنده. عنده ريني حاده. صافي. ماشي مشكل. المهم عنده قواطع. ضع علامة في الخانة المناسبة. يتوفر القط على القط. واش عنده معدة أكبر من معدة الأرنب؟ خطأ. عنده معدة أصغر. لأن اللاحم كيكون عنده معدة صغيرة، والعاشب كيكون عنده معدة كبيرة. أييه. أنبوب هضمي قصير. القط. هل القط يتوفر على أنبوب هضمي قصير؟ صحيح. صحيح. هل القط يتوفر على معي غليظ كبير القطر؟ صحيح. لا، صغير. خطأ. الحيوانات العاشبة اللي عندها كبير خطأ. القطر. صحيح. معي دقيق أطول من معي الأرنب. لا، خطأ. لأن عنده لأن الأرنب هو اللي عنده أطول. الحيوانات العاشبة عندها
الماعي قصير. صحيح صافي. ننتقل للسؤال الثاني. تتوفر القنيه على مريء عندك مريء صحيح. معده اصغر حجما من معده القط؟ لا خطأ. عندها كبر هي عشيه اعور صحيح. نعم حيوانات العشيبه عندها الاعور. معي دقيق اقصر من معي القط؟ خطأ. خطأ عندها اطول. لا اطول من القط. اذا ننتقل للتمرين الموالي. اعتمد على محتويات الجدول الاتي لكي تجيب عن الاسئله. اذا عندنا هنا الكائن الحي وعندنا الغذاء نتاعو. غادي نحددوا المستهلكين من الدرجه الاولى من هذه الكائنات الحيه والمستهلكين من الدرجه الثانيه. دونك الدجاجه تاكل الحبوب. الحبوب كتعتبر ليش من المنتجين المنتجات الدجاجه. اذا غادي تكون الدرجه الاولى. النمر ياكل الغزاله. اذا النمر الدرجه الثانيه. النسر ياكل الحمامه الدرجه الثانيه. الارنب ياكل العشب الدرجه الاولى. الدرجه الاولى. والفأر يأكل البلوط الدرجة الأولى. صافي. دونك هنايا السؤال الموالي كيقول للحيوانات اللاحمة نظام أسنان مكتمل. شنو معناته مكتمل؟ يعني عندهم عندهم القواطع والأضراس والأنياب، بينما العواشب لا عندهمش الأنياب. إذا غير مكتمل. استقصي عن وظيفة كل صنف من هذه من أسنان هذه الحيوانات. إذا شنو عندهم كأصناف؟ عندهم قواطع. عندهم قواطع وعندهم أنياب قوية وحادة. أنياب قوية وحادة وحادة. وأضراس منشارية. إذن هنا إلى بغينا نقولوا شنو الدور ديال كل الوظيفة ديال كل هذه، لأن قلت نعطيو حتى الوظيفة ديال كل صنف. القواطع لقطع لقطع اللحم. الأنياب لتمزيق اللحم. والأضراس لكشط اللحم للغذاء اللحم. وحنا دابا مادام لاحمين كنتكلمو على اللحم. صافي. إذن هذه الصفحة الثانية. غادي ننتقلو للصفحة الموالية بعد لحظات. دونك تمثلوا الوثيقة. عندنا جمجمتين لحيوانين عاشبين حصان وبقرة. لاحظ نظام الأسنان في كل منهما ثم أجب عما يأتي. هذه الجمجمة ديال الحصان وديال البقرة، هل هناك تشابه في نظام الأسنان؟ صحيح. نعم. اذكر مكونات نظام الأسنان عند كل منهما. إذا شنو عندهم؟ الأضراس والقواطع وأضراس. نفس السؤال غير هنايا عندنا الحصان والبقرة. الجهاز الهضمي. هنا كيتكلموا على الجهاز الهضمي، هل هناك تشابه؟ بطبيعة الحال هناك تشابه. واذكر مكونات الجهاز الهضمي عند كل منهما. إذا كاين المريء. المعدة. المعدة. المعي الغليظ. المعي الدقيق. المعي. والمعي الغليظ. وكاين الأعور ماشي مشكل. صافي. إذا غادي ننتقلو للسؤال الموالي. تمثل الوثيقة أدناه نظام الأسنان. دابا نظام الأسنان ديال جوج حيوانات اللي هما الأسد والكلب. هل هناك تشابه في نظام الأسنان؟ صحيح. نعم. اذكر مكونات نظام الأسنان. دونك كاين القواطع والأنياب. أنياب شنو كنقولو على الأنياب؟ قوية وحادة. قوية. وأضراس. أضراس. منشارية. صافي. دونك غادي نتقلو للصفحة الموالية. هنايا عندنا الأنبوب الهضمي ديال القط والكلب. القط والكلب. إذا هنا هل هناك تشابه في مكونات الجهاز الهضمي؟ صحيح. نعم. حيت لاحمين بجوج. اذكر مكونات الجهاز الهضمي عند كل من. دونك كاين المريء. المعدة. المعدة.
المعي الدقيق. المعي الدقيق. المعي الغليظ. المعي الغليظ. والأعور. ما عندهمش الأعور. كاين عند الحيوانات العاشية. العاشية. تمثل الوثيقة سلسلة غذائية. ما المقصود بالسلسلة الغذائية؟ دونك السلسلة الغذائية شنو هي؟ دونك السلسلة الغذائية هي العلاقات التي تربط الكائنات الحية. صافي تربط العلاقات التي العلاقات الغذائية عفوا العلاقات الغذائية التي تربط الكائنات الحية. التي تربط الكائنات الحية. الحية. ديال مفهوم. دونك هذه سلسلة غذائية. دونك قال لك اكتب أسماء الكائنات الحية التي تتكون منها هذه السلسلة مسترشدا بالأسهم التي توضع كائن يأكل آخر. إذا عندنا هنا هكا كنديرو السلسلة الغذائية. عندنا دابا هنا أربعة العناصر. دونك شكون هو العشب؟ العشب هو الذي يؤكل في البداية. دونك عندنا العشب يؤكل من طرف الضفدع. الضفدع. الأفعى. الأفعى. الأفعى تؤكل من طرف الطائر. صافي إذا هذه السلسلة الغذائية. دونك كنقولو الضفدع العشب يؤكل من طرف الضفدع هكذا. إذا آخر تمرين عندنا هنا تمثل الوثيقة شبكة غذائية. حنا ديجا سبقنا هضرنا في الشبكة الغذائية. دونك ما المقصود بالشبكة الغذائية؟ إذا الشبكة الغذائية هي التي تربط بين هي التي تربط بين السلاسل الغذائية في وسط معين. السلاسل الغذائية في وسط معين. السؤال الأخير. بعض الكائنات الحية في الشبكة يأكلها أكثر من كائن. هنا يأكلها يعني كاين هنا واحد الكائنات حية تخرج جوج الحيوانات كاينين هنا ماشي النباتات ماشي العشب كحيوانين ينطبق عليهما هذا الوصف يعني كيتاكلوا أكثر من جوج. دونك شكون نختارو هنايا في هذه السلسلة؟ القنية والفأر. فوالا تمام. دونك القنية هانت شتي كتكل من طرف هذا النسر ومن طرف النمر ومن طرف هذا إذا هذا هذه هذا الحيوان يؤكل من طرف أكثر من جوج وتحتانيته. ونكون قد انتهينا من هذه الحصة المتعلقة بالتغذية من دروس النشاط العلمي السنة الخامسة ابتدائي.